السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هناخد آخر درس للصف الخامس الابتدائي في الجغرافيا، النقل والمواصلات والتجارة. أولا هنقول مفهوم النقل والمواصلات. إيه هو مفهوم النقل؟ مفهوم النقل هو الانتقال من مكان لآخر بواسطة وسائل النقل، أي كانت بقى برية، مائية، جوية، وبتستخدم لنقل الأفراد والبضائع من مكان إلى مكان آخر. طيب مفهوم الاتصالات، الاتصالات هو اتصال الأفراد دون انتقال من مكان إلى مكان آخر عن طريق التليفون أو عن طريق الشبكة العنكبوتية اللي هو الإنترنت. طيب مصر عامة فيها جميع أنواع النقل والمواصلات، وبتتوفر في مصر الطرق البرية والسكك الحديدية والمطارات والمواني، وطبعا ده نتيجة أو لأسباب. أول حاجة موقع مصر المتميز بين قارات العالم القديم. احنا قلنا ان مصر بتقع في ملتقى الثلاث قارات العالم القديم. طيب مصر بتطل على بحرين مهمين جدا، البحر المتوسط والبحر الأحمر، وبيربط بينهم كمان قناة السويس. وامتداد النيل من الجنوب إلى الشمال أصبح حلقة وصل بين الوادي والدلتا. طيب استواء سطح مصر ما بيعوقش إنشاء الطرق والسكك الحديدية. اعتدال مناخ مصر طول العام. أنواع النقل في مصر: النقل البري عبارة عن السكك الحديدية والمترو والطرق. طيب السكك الحديدية بتعتبر مصر تاني دولة في العالم استخدمت السكك الحديدية بعد بريطانيا. احنا انشأنا اول خط حديدي عام 1856، وكان طوله 209 كيلومتر، وكان بيربط بين القاهرة والاسكندرية. بعد كده بدأت التوسعات. تاني حاجة مترو الانفاق. مصر اول دولة عربية وافريقية انشأت مترو الانفاق ليربط ثلاث مدن، القاهرة والجيزة وشبرا الخيمة. الطرق البرية عندنا ذات مواصفات دولية زي طريق القاهرة الأسكندرية وطريق الصعيد الصحراوي، وده لسهولة السطح عندنا هنا في مصر. طيب النقل المائي، النقل المائي ليه مميزاته وليه عيوبه. مميزاته لأنه أرخص وسائل النقل، لذلك بيستخدم لنقل البضائع كبيرة الحجم وثقيلة الوزن. أما من عيوبه البطء. طيب بينقسم النقل المائي إلى النقل النهري والنقل البحري. النقل النهري بيستخدم في نقل الجير والفوسفات والرمل والإسمنت والفخار. وعيوبه قلنا البطء، ليه كمان وجود السدود والقناطر على طول مجرى نهر النيل. طيب أهم المواني البحرية في مصر، طبعا النقل البحري عندنا في مصر ليه أهمية كبيرة. ليه؟ لأنه بيستخدم سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط وقناة السويس. يعني عندك ميناء الأسكندرية أكتر مواني مصر أهمية. ليه؟ لأنه بيقع في مواجهة أكثر مناطق العالم تقدما في أوروبا. تاني حاجة ميناء دمياط تم إنشاؤه أساسا لتخفيف الضغط على ميناء الأسكندرية. وفي ميناء سفاجة، وده بتقل أهميته. ليه؟ لأن المواني على سواحل البحر الأحمر ضيقة، وضيقة لوجود قرب الجبال من البحر ووجود الشعب المرجانية. في هيئة إدارة قناة السويس، وده ممر ملاحي مهم بيربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط لنقل البترول والمنتجات. وفي قناة السويس الجديدة، ودي تفريعة موازية لقناة قناة السويس القديمة، وده علشان يؤدي إلى تضاعف السفن وتنشيط التجارة واختصار زمن الرحلة. تالت حاجة النقل الجوي. والنقل الجوي ليه مميزات وليه عيوب. عيوبه ارتفاع التكاليف
وتباعد المطارات. مميزاته انه بيمتاز بالسرعة والانتشار وتخطي المرتفعات والبحار. وعندنا هنا في مصر تقريبا 30 مطار. ندخل على التجارة. التجارة هي عملية البيع والشراء وانتقال الخدمات من مكان لآخر. وأنواع التجارة، يا تجارة داخلية يا تجارة خارجية. التجارة الداخلية هي انتقال السلع والخدمات داخل حدود الدولة، أي بين المحافظات، المدن، القرى. أما التجارة الخارجية انتقال السلع والخدمات بين مصر والدول الأخرى، يعني بين الدول. طيب أهمية التجارة الداخلية إيه؟ نقل المواد الخام من مناطق استخراجها إلى المصانع، نقل السلع المصنعة من مناطق الإنتاج أو من مناطق التصنيع إلى مناطق الاستهلاك. وبتعمل مصر على تنمية التجارة الداخلية عن طريق النقل والمواصلات. طب أهداف التجارة الخارجية، تصدير الفائض من المنتجات المصرية إلى الخارج لتوفير النقد الأجنبي، العملة الصعبة زي ما بنقول، توفير المزيد من فرص العمل عن طريق التصدير، سد حاجة السكان خاصة الغذاء والوسائل التكنولوجيا اللي بتعجز الصناعة المحلية عن تصنيعها عن طريق الاستيراد. وسائل مصر للتنمية التجارة الخارجية، أولا عقد الاتفاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى، المشاركة في عضوية التجمعات الاقتصادية مثل تجمع الكوميسا في أفريقيا، تحسين المنتجات الصناعية الصناعية المصرية علشان تنافس الصناعات المتطورة الأوروبية أو الدولية. طيب إيه هو مفهوم تجمع الكوميسا؟ هو اتحاد اقتصادي بيضم دول شرق وجنوب أفريقيا وعددها 20 دولة أفريقية ومنهم مصر. وده كان آخر درس في الجغرافيا، بعد كده هناخد تمارين ونحلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.